التعادل الإيجابي بين شباب الأهلي وشباب المقاولين العرب 1-1. أحرز النادي الأهلي عن طريق محمد عبد المنعم في الشوط الأول هدف في الدقيقة 43، وأدرك يوسف الجوهري التعادل في الدقيقة 61. مباراة كانت رائعة من النادي الأهلي في الشوط الأول، قل اللعيبة شوية في الشوط الثاني، عشان كده المقاولين أحرز هدف التعادل. برحب بضيوفي مرة تانية، كابتن محمد حشيش والكابتن أحمد بلال. كابتن حشيش، شفت الشوط الثاني ازاي؟ الشوط الثاني مغاير خالص عن الشوط الاولاني. شفنا فرقه مقاولين حاجه ثانيه خالص غير الشوط الاولاني. وحصل دروب ونزول في اداء النادي الاهلي، ما اعرفش ايه الاسباب. انت كسبان واحد وماشي كويس، ايه السبب التراخي؟ ما تحسش ان كان في روح في الاداء وفي اصرار على انك تزود الاهداف زي ما اتكلمنا بين الشوطين، وقلنا المفروض ان الشوط الثاني ينزل النادي الاهلي يزود عدد الاهداف ويضغط على المقاولين العرب ويستغل فرصه ان هو ليدنج بهدف. الشوط الثاني كان مغاير خالص، بالعكس من اول دقيقه حسينا ان في اصرار من لعيبه المقاولين العرب على انهم يتعادلوا. اكتر من فرصه لغايه اخر ثانيه في المباراه مصطفى شوبير بينقذ واحده هدف من ده هدف المقاولين. وانت بتتكلم يا كابتن حشيش، قلنا احنا نوهنا وقلنا يوسف الجوهري هو اخطر لاعبي فريق المقاولين العرب. فعلا من احسن اللعيبه في المقاولين العرب، اللعيبه المميزه، صاحب اداء مميز يعني، صاحب الهدف وصاحب اكتر من فرصه للتهديف. في تراخي كان من لعيبه النادي الاهلي حتى بعد احراز المقاولين الهدف بتاعه، برضه كان في يعني احنا شفنا المقاولين العرب في الدقيقه حتى 61 بيحرز يوسف الجوهري الهدف التعادل، ما شفناش برضه حميه وحماس وضغط من النادي الاهلي، لا بالعكس شفنا العكس كمان. المقاولين عايز هو الاخطر، هو الاخطر وعايز يكسب. طبعا دي يعني محتاجه تفسير بقى من الكابتن عادل في النقطه دي. كابتن بلال، شفت الشوط الثاني ازاي؟ شوف، يمكن يعني احنا قلنا في بدايه الاستوديو يا كابتن اسامه ان دي فرصه للناشئين، تمام؟ انت مش انت اي نعم مش مطالب ببطوله، وانت كمان موقفك كنادي اهلي في البطوله دي موقف جيد جدا، ولكن انت مطالب كفرقه انك تقدم عناصر جيده لقطاع للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. النهارده الشوط الاول مختلف تماما عن الشوط الثاني، تمام، اداء ونتيجه. النتيجه يمكن تعادل المقاولين الشوط الثاني، بس تعادل نتيجه لعب، نتيجه اداء. يمكن اداء النادي الاهلي هبط بشكل كبير الشوط الثاني. يعني بص، اولا ممكن يكون عندك يعني انا ما شفتش يعني اللعب اللي احنا الحاجات اللي احنا وصفناها الشوط الاول من البساط والاستحواذ واللعب على اطراف الملعب والاختراقات من العمق، دي كلها ما كانتش موجوده الشوط الثاني. يمكن استحواذ بشكل كبير جدا للمقاولين العرب. يعني الناشئين في حاجه مهمه جدا في بالنسبه للناشئين، الحاجه النفسيه، الرغبه بتاعه اللعيبه، الرغبه بتاعه الفريق، رغبه الاستمرار، رغبه الحفاظ على المكسب، رغبه الاداء القوي، الاستمراريه في الاداء الجيد. الحته دي لازم يعني يتعامل معاها مع الناشئين يا كابتن بشكل مختلف، لان خد بالك انت اللعيب الناشئ غير اللعيب اللي بيلعب في الدرجه الاولى. اللعيب في الدرجه الاولى عارف ان عليه التزامات، عارف ان المباراه 90 دقيقه، عارف انه لما يكون كسبان ممكن يتعوض في اي وقت ويتعادل في وقت، غير اللعيب اللي بيلعب في قطاع الناشئين. اللعيب بيلعب في قطاع الناشئين يا كابتن ممكن حته ان انا ليدنج، انا اللي كسبان، انا اللي بادي، انا اللي بعمل كره كويسه قوي، ممكن الكلام ده ياثر عليه نفسيا فينزل بالمستوى بالرغبه اللي عنده، بالمستوى النفسي. مش عايز اقول لك الاداء، ما هو الاداء انت النهارده في الملعب ده نتيجه الاصرار، نتيجه ان انت عايز يعني عايز تستمر في الاداء، نتيجه ان انت عايز تكمل وتحرز اهداف. الكلام ده ممكن يبقى مغير شويه او في فروق شويه ما بين الناشئين وما بين الدرجه الاولى. تمام. النادي يمكن فريق الناشئين في النادي الاهلي من كتر اللي عمله الشوط الاول، الاداء الجيد جدا، القتال، الكره المشتركه، الضغط على الخصم، ممكن ده يكون عمل يعني تشبع في الاداء الشوط الثاني. خلاص انت تشبعت، عندك تشبع يا كابتن، عملت كل حاجه في الكره الشوط الاولاني، نزلت الشوط الثاني مختلف تماما، الرغبه مش موجوده، الاصرار مش موجود، العزيمه مش موجوده. فرص كانت للنادي الاهلي في الشوط الثاني عن طريق مصطفى صبحي حطها طبعا، طلعها المدافع المقاولين، دي كانت اخطر فرص للنادي الاهلي، ودي كانت ممكن اللي عملها كريم يحيى من ناحيه اليمين. طبعا. يعني انا كريم برضو من اللعيبه يعني الجيده. ايوه، انا لعيب تكتيكي جيد. انا عايز بقى اتكلم برضو في ظل النهارده واحنا بنقول النادي الاهلي التعادل 1-1، ده التعادل الثاني للنادي الاهلي في مسيره 16 مباراه. فالنهارده ده برضو شيء جيد انك انت طبعا في 16 مباراه تعادل ماتشين، مباراه كانت امام حرس الحدود ودي المباراه الثانيه 1-1. لازم برضو يعني في لعيبه نديها حقها اكيد النهاردة. انا بقول لك النهارده كريم لعيب كويس، لعيب تكتيكي بشكل رائع جدا، لعيب بيلعب على الخط باك رايت عصري، بيضم، بيكمل في الناحيه الهجوميه. شفنا له هجمه الشوط الاول، اختراق وصل لحد ال6 ياردة، يعني لما يكون عندك باك رايت بيوصل لل6 ياردة ده معناه ان هو عنده مقاومات كبيره جدا.
لعيب كويس، الكروس بتاعه رائع جدا، لكن احنا خد بالك احنا بنتكلم في اداء مجمل، لكن لما نيجي نفصل نتكلم على اللعيبه تفصيل، لا لا، في لعيبه جيده في النادي الاهلي، في لعيبه ادت بشكل جيد، في ايجابيات في المباراه، في ايجابيات في المباراه، ايجابيات كتيره جدا من المدير الفني ومن اللعيبه، لكن احنا بنتكلم على الهبوط المفاجئ في المستوى. يعني هبوط غريب في المستوى، ده مش معناه ان اللعيبه سيء، لو لعيب سيء هيبقى سيء من بدايه المباراه لنهايتها، انما النهارده لما يبقى عندك تشبع، يعني خلاص انت تشبعت، الرغبه في المكسب، الرغبه في الاداء الجيد، رغبه في الاستمراريه في احراز الاهداف ما كانتش موجوده، عشان كده هبط اداء النادي الاهلي الشوط الثاني. لكن يعني في بعض اللعيبه الحقيقه انا بأسني عليها، يمكن انا مثلا يوسف علاء لحد ما خرج من المباراه يا كابتن بيأدي اداء جيد جدا، لعيب مخاطب في الملعب، بيحاول كل كره يلعب عليها بشراسه كبيره جدا، عنده سبيريت عاليه جدا جدا، لعيب عنده مهارات، لعيب بيصوب على الجول، لعيب عنده اهداف ان هو يسجل اهداف، فده من اللعيبه الجيده جدا. كريم لعيب جيد جدا، امكانياته كويسه، عنده سرعات، عنده سبرنت، عنده قوه، الكروس بتاعه كروس جيد جدا، ده مش معناه ياخد بالك، يعني ده معناه ان انت عندك لعيبه بتأدي بشكل كويس، لكن مستوى الاداء الجماعي هو اللي ما عجبنيش الشوط الثاني. تمام، ممكن يا كابتن حشيش يكون التغييرات في الشوط الثاني، يعني خروج محمد نصير كان عامل فارق في نص الملعب. صحيح. خروج محمد فخري بالرغم ان احنا بنقول ان هو مش مهاجم، لكن اتوظف النهارده في حته المهاجم واجاد فيها في كل الوقت اللي لعب فيه حوالي 65 دقيقه، وخروج برده زي ما كابتن بلال بيقول يوسف علاء، هل الثلاثه كانوا عاملين برده تقل في الملعب مع خروجهم برده العمليه قلت شويه في الشوط الثاني؟ بلا شك طبعا حصل تغير في الاداء، بس مش هو ده السبب الرئيسي. لان من بدايه الشوط الثاني وانت حاسس بالفرق. يعني احنا قاعدين نتفرج مع بعض بنقول لا المقاولين نازل شكله عايز يتعادل، واحنا كنا قاعدين متوقعين ان المقاولين هيتعادل في اي وقت من الاوقات، من كتر ما فرقه المقاولين كمان كانت ماشيه كويس. ما غيرش الا تغيير واحد، الكابتن مجدي مصطفى غير تغيير واحد بس اللي هو محمد سيد ونزل محمد هاني. الفرقه ماشيه لغايه اخر لحظه وبتهاجم وفي اصرار. انا بعتقد ان ممكن يكون ده له تفسير واحد، ان من كتر ما انت كنت متفوق في الشوط الاولاني كنادي اهلي وضيعت اكتر من فرصه ووصلت اكتر من مره للعيبه استسلمت المباراه، اللعيبه خلاص استسلمت، كسبان واحد نزل الشوط الثاني، وبرده دي ممكن تكون قله خبره. انه نزل الشوط الثاني كسبان واحد وحاسس انه بيوصل في اي وقت للجون وبيضيع فهيكسب خلاص في يعني في اي وقت، ممكن دي اللي تكون عملت الدروب ده في المستوى. على العكس انا بحيي طبعا فرقه المقاولين، بحيي كابتن مجدي على اصرارهم، بيلعب مع النادي الاهلي اللي هو في المقدمه في المركز الاول البطل على ارضه، اصراره انه يتعادل ما اكتفاش، كان ممكن بعد الهدف تحس ان هو مثلا ظبط نفسه بقى وعمل تغييرات دفاعيه شويه وقفل نص الملعب، انما لا، ده بالعكس، ده كمل لغايه اخر لحظه بيهاجم باكتر من لاعب كمان يا بلال، اثنين وثلاثه واربعه، عنده اصرار ان هو وضيع اكتر من فرصه، وضيع اكتر من فرصه لغايه اخر، انت بتتكلم في الدقيقه مثلا 92 مصطفى شوبير مطلع واحده من الدقيقه، صعب. ما انا هاجي لسه مصطفى شوبير. يعني مصطفى شوبير كان ليه دور، يعني طبعا الهدف اللي دخل فيه لا يسال عنه، يعني فيها توفيق كبير جدا انفراد وصعب يوسف الجواري، لكن شال كورتين صعبين جدا في اخر المباراه. يعني شفت مصطفى شوبير ازاي؟ بص، مصطفى حارس جاي، يعني حارس موهوب، عنده موهبه، طويل، تمام، واضح ان هو يعني من الناس اللي عندها شخصيه داخل الملعب، عنده شخصيه يمكن حتى مع زمايله كمان، طريقه توجيهه داخل الملعب لزمايله واضح انه عنده شخصيه يا كابتن، كمان طريقه تعامله مع الانفرادات واضح انه عنده شخصيه قويه داخل الملعب. صحيح. انت بيبان حارس المرمى في طريقه تعامله مع الانفرادات طبعا. ازاي بتخرج تتعامل مع الانفرادات دي، خد بالك دي بتبين شخصيه الحارس شويه، ازاي بتتعامل على الكرات الصعبه. صحيح. ممكن الفرق بين الحارس المرمى الموهوب وحارس المرمى اللي هو عنده شخصيه، ازاي انت كيفيه التعامل مع الانفرادات اللي بتيجي عليك، بتتعامل معاها ازاي يا اسامه؟ هل بتتعامل مع الكره بتستنى هي تحت ال 18؟ دي اللقطه انت بتتكلم، يمكن دي اللقطه مصطفى شوبير، ابرز لقطه طبعا الشوط الثاني، كره من تقريبا من 6 يارد، يعني في 6 يارد دي كانت في الدقيقه حوالي 92 او 93، التحرك بتاعه جيد جدا، قفل بشكل كويس. عايز اقول في النقطه دي يا اسامه، بالصدفه احنا منطقه القاهره كانت من يومين عامله دوره لمدربي حراس المرمى، كان فيها يعني نخبه من الدكاتره الكبار. من اهم صفات والحاجات اللي بتميز حارس المرمى هي الشخصيه بتاعته. تمام. الشخصيه مهمه قوي ان هو يكون شخصيه قياديه، واثق من نفسه، عنده حته التركيز دي لاخر لحظه. وشفناها في مصطفى، لان انا يعني مصطفى شاتي مجروحه شويه فيه، لان انا متابعه من زمان
ومعجب بيه من زمان وكان معانا في منتخب القاهره. مواليد 2000 برضو افكر الناس، مصطفى شوبير طبعا مواليد 2000 يعني سنه سنه طبعا بص صغير، انما لغايه اخر لحظه الكوره الاخيره دي يا اسامه محتاجه يكون في تركيز عالي قوي، لان انت عارف التركيز ممكن يهرب يا بلال من اللعيبه في الفترات خلاص الوقت. هو لعيب صغير يا كابتن، لعيب صغير، هو لعيب صغير لسه مفيش خبرات كبيره طبيعي، ما بقولك انما صغير. عشان يجيب الكوره دي بص بص رد الفعل بتاعه في الدقيقه صعبه جدا جدا فهو محتفظ بتركيزه لغايه اخر لحظه، فرقته متعادله عايزين يكسبوا في نفس الوقت الكوره اللي هي المرتده الصعبه دي، فهو يعني انا بحيي مصطفى، وده اعتقد برضو ان كسب مهارات كتيره من تدريبه مع الفرقه الفريق الاول خلال الفتره اللي فاتت يعني شايف اداؤه زاد جدا يعني. الثقه يا كابتن يعني حارس المرمى طبعا يعني شخصيه موهبه وثقه، صحيح صحيح يعني الثقه اللي بياخدها، انا خلاص طلعت لعبت بتمرن في الفيرست تيم، عندي صغير لسه لعيب ناشئين بلعب مع 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 فرقه اكبر مني يمكن بثلاث سنين اسامه، خد بالك دي بتدي ثقه كبيره جدا للحارس، تخلي دايما عنده ثقه في نفسه بزياده. صحيح. يعني عايز اقول لك يعني انت لو بصيت على الكوره باللقطه بعد ما شوبير صد الكوره، تعامله كمان ورد فعله للعيبه اللي قدامه ده توحي ان انت عندك حارس عنده ثقه في نفسه. يعني انا عجبني كمان في حاجه بلال، لو شفنا اللقطه دي بعد ما دخل فيه الهدف اول حاجه عملها الكوره والله عمال يشجع فرقته ويصرخ على فرقته، يا ريت لو معانا اللقطه دي نجيبها. بص بص شايف اللقطه دي طبعا بص دي يا كابتن دي بقى زمحنا اشادنا بلجنه الحكام وقصدي بالحكام كابتن حسام عزب حجاج والاثنين لاين زمان محمد فاروق احمد غني، دي مفروض فيها طرد. طيب. يعني النهارده حتى أي احتكاك الحكم او حامل الرايه طبعا لازم النهارده دي يبقى فيها طرد على طول طبعا. لو لمسه اعتقد يعني ممكن يبقى انذار يا سامي يعني لو لمسه يعني يعني على الاقل انذار، لان الكره كانت خلاص الحكم صفر فما فيش اي احتكاك بعد صفاره الحكم، انما هو طبعا يعني حكم كويس طبعا والطاقم كان كويس وماشيين كويسين. لما احنا اشدنا ليه طبعا كمان بالظبط الشوط الاولاني كابتن حسام عزب حجاج يعني قدم مباراه هاديه. يا ريت لو معانا اللقطه بتاعه الهدف اللي احرز في النادي الاهلي نشوف مصطفى عمل ايه بعد الكوره. هيجهزوها دلوقتي وهنتكلم عن التمركز الخاطئ والنواحي الدفاعيه كان لازم يبقى النادي الاهلي يبقى فيه، هل في عدد زياده في الهجمه المرتده خاصه ان الكره اتقطعت في نص ملعب المولين وتعاملت هجمه مرتده سريعه. هو ده الهدف يا كابتن حشيش. يعني احنا شايفين 3-3 يبقى اذا في كان في تمركز خاطئ طبعاً في اللعبه. لما يبقى انت في حاله دفاعيه و3 ضد 3 يبقى في تمركز، لازم يبقى انت عندك الكثافه العدديه او عددك زياده على الاقل في واحد زياده للتغطيه في يعني الكره. بص هنا 3-3 ما ينفعش باي حال من الاحوال ما ينفعش يبقى 3-3 خالص في الحته اللي قدام دي. لازم يبقى انت عندك زياده، انت خد بالك انت في الغالب بتلعب 4 مدافعين يا كابتن اسامه على 2 راسين حربة او راس حربه واحد من طرف الملعب او 4 دايما على 3، ما ينفعش يبقى انت بتلعب واحد، ما ينفعش يبقى انت بتسيب نفسك لواحد ضد واحد، يعني ادي واحد انت بتشغل واحد ضد واحد 3-3 ده معناه ان انت 1-1 صحيح. صعب جدا يا كابتن، اكيد المهاجم بالخبرات كمان بالسبرنت انت جاي مواجه طبعا المدافع هتبقى صعبه جدا تتعامل معاه. بيحصل ساعات بقى تكاسل في في فوات معينه من الديفندرات مثلا ما بتكملش مع اللعيب اللي جاي من تحت وبيبقى اللعيب اللي جاي من تحت صعب قوي على المدافعين ان هم يمسكوه يعني. علشان نروح دلوقتي لزميلنا شريف شعبان من ارض الملعب.